اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ مساء الفل. هنعمل مع بعض بقى تفريزة ايه، برتقال وجزر. هنجيب البرتقال البلدي، برتقال بلدي اهوت، عشان بيبقى فيه ميه كتير. هنقشره وهناخد القشرة الرؤية اللي ما فيهاش القشرة البيضة، القشرة الفوقانية خالص دي. هنعصرها، هعديها انا بشرها، وهنحطها بقى على دي بقى بديل الفانيليا، على الكيكة، على هتحطيها على أي حاجة، على عصير البرتقال. طبعا هعملها في الفريزر، هنحطها بنفرمها أو في الكبة ونحطها في الفريزر. هنقشر البرتقالة بقى كويس خالص اهي، ونحوش أي حتة بيضة من الحتت البيضة دي بتمرر البرتقال، تقشرها كويس جدا متسيبش فيها القطع البيضة دي. وهجيب كيلو جزر أو 2 كيلو جزر حسب الكمية اللي أنت عايزة تفرزيها، وهقطع دوائر متوسطة الحجم زي دي كده، وهحط عليه 3 4 معالق سكر وشوية مية، واسلقه. هسلقه لما يبقى معايا مستوي خالص. جزر جميل بيتحط على العصير بقى، حطيه بقى على عصير المانجا، تحطيه على عصير برتقال، تعصري بالزبادي بيبقى جميل جدا. جو حر بقى وتبقى حاجة بيتي بقى جميلة ونظيفة. البرتقال بقى بعد ما قشرت اهوت، هقطعه بقى قطع. بسم الله الرحمن الرحيم. لو قابلنا اي بذور هشيلها منه، عشان البذور دي بتمرر العصير. شايفة اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بقى قطع زي ما انت حتى اللي هي البيضة اللي جوه ديت. بشر البرتقال ده بقى بيبقى جميل مربى، تعملي مربى تحطي بشر البرتقال، خزنيه عندك في الفريزر، بيقعد في الفريزر جميل. برتقال البلدي ده سعره كويس وجميل، موجود الايام دي. حاولي بقى هو والجزر، فرنسي بقى رمضان، صوم طيبين. طلعي بقى تعملي عصير كده فريش جميل. كله فيتامينات، فيتامين ا و ج، البرتقال والجزر. هو تبشره بالمبشرة، لما تقشري البرتقالية تبشريها بالمبشرة، بس ما تجيش على الحتة البيضة عشان اللي هي الصفرة، بس الغلاف الفوقاني ده عشان البيضة دي تبقى مرة.
العيش ده بقى اللي بيطلع من البرتقال انا ما برميهوش، باخده وبسلقه، بسلقه كويس جدا خالص وبيضيف ميه السليق وتخديل، تاخد الميه اللي هي العصير، الميه اللي هو اللي طالعه من القشره دي تحطيها على المسحوق غسيل الاطباق، بيلمع الاطباق والالمونيا بيخليها بتبرد، فتاخد التفل بقى اللي هو التقيل، التفل بتاعك تغسلي بيه الفراخ، تبقى طمام في التلاجة عليه شوية خل تغسلي بيه الفراخ يخليها مفيهاش زفارة وريحتها جميلة، حاولي يعني ما نرميش حاجة بقى، أسعار غالية كل حاجة غالية. بعد ما ننضفه من البستر ونحطه دواير كده اهوت، الطريقة اللي انت عايزة تقطعيها في تقطيعه، بس المهم حاجه كده عشان نشوف البذور اللي في قلبه، ما ينفعش بذور بشكل جميل. الجزع اهوت مسلوق عادي خالص زي ما تقولي اي حاجة، تقطعيه في قطع اهوت دواير متوسطة الحجم كده اهوت، حط عليه نص كوباية سكر، وممكن تحطي من غير سكر الناس اللي عايزة عليه سكر، وبعد
تخرجي بس الهوا من الشنطه وتسيبيه لما يبرد، ما تعبيش الا لما يبرد الشنطه. عايزه تفرغيه في قوارب، حطيه بس كده عشان ما ياخدش منك مكان في الفريزر، ده ما ياخدش مكان. خلاص ما عنديش نص صغير. ممكن طيب نحط على قد ما هو هيوصل كده، على قد أفراد الأسرة، شنطة كبيرة شنطة صغيرة. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير، شكله جميل. نحط شوية كده عشان ما ناخدش مكان في الفريزر. في رمضان بقى ان شاء الله، اللهم بلغنا رمضان يا رب، مفطرين ولا مفقودين. بس انا طيبه بقى تطلعي الكيس ده كواسوريه، هتطلعيه هتحطيه في الخلاط على طول.
له حاطه ميه من العاديه مش ميه ساقعه عشان هو بيبقى متلج اصلا، مش هتحتاجي تحط له ميه ساقعه. حط عصفورين وتصفيه وتحط شويه سكر بقى على حسب ايه كل واحد بقى ايه. الاسعار بقى اليمش والحاجات غاليه استهلاك جدا. اسعار حاجه في رمضان هيبقى عندك عصير برتقال فرزي بقى فراوله بس فراوله هنفرز برضه الفراوله بالبنجر جميله. الحاجات دي موفره عليكي جميله مفيده كمان ونظيفه في البيت كفايه انها معموله في البيت. الحاجات دي الحاجات الثانيه مش عارفين هم حاطين لها ايه ولا مكوناتها ايه. حاجة بقى جميلة خالص خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى الله الله يبقى عندنا حاجة في البيت موجودة كده جميلة. هاتي بقى البرتقال دلوقتي احنا كنا وسامه رخيص جدا 3.5 كيلو ب 10 والجزر 2 كيلو ب 5 يعني اسعاره جميلة خالص. لو هتحط السكر وخلاص ده بقى نبشره في الكبه. الجزر اهوت تخزن الجزر، الجزر ده تحطيه على اي حاجه، ما رضيتش احطه مع البرتقال عشان لو هعمل بيه اي حاجه تانية يبقى احطه على مانجا عصير مانجا مفيد وجميل. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير. السلام عليكم. يعني شويه عصير بقى